طيب بدنا نشرح هلا البولي الالجبرا. كلكم بتسمعوا في الالجبرا شو هي الالجبرا. قبل ما نحكي شيء بولي الالجبرا شو هي الالجبرا ماشي؟ وات از الالجبرا؟ اول شيء الالجبرا كلمه عربيه اللي هي الجبر. جبر الخط بتعرف الجبر؟ اول شيء مين سواها؟ اصل الخوارزم. اصل الخوارزم هو بس وين كان عايش؟ في بغداد. هاي اخترعوا في بغداد اخترع الالجبرا. ها؟ ميت في بغداد. كيف؟ هلا شو هو؟ طبعا في كتاب يعني انحطت صم ادفانس الجوريثماتيك سوري اريثماتيك سيستم. بتعرف شو الاريثماتيك سيستم؟ سائل قلنا ركزوا هذه الاشياء. فالعمل السيستم which they were able to do calculations in algorithmic fashion. على فكرة كلمة algorithm هي برضه جاي من وين؟ من الخوارزم. من الخوارزم يعني تبع الالغوريثم. صحيح من الخوارزم. يعني الكمبيوتر ساينس زلمتنا الخوارزمي. زلمتنا الخوارزمي يعني بدون الخوارزمي كانوا في شيء خوارزميات. فيش متخصص. كانوا مناش كان فيش لكم تخصص. فيش صحيح. شيء لما نقول الجبر انت بتعرفوا شو في الجبر؟ بتعرفوها في جبر الخطي. في الجبر شو كمان؟ بوليان. ايش قلنا؟ ايش بتعرفوا؟ شو سمعتوا عنها؟ في ابستراكت الجبر، في لينر الجبر، في اليمنتري الجبر، في بوليان الجبر. او هلا خليكم معنا. ففي كثير الجبرز، يعني كلمة الجبر مرات انتبهوا تركزوا معي منيح. في كثير الجبرس اكثر من جبر. بعدين احنا اليوم بناخذ البوليان بس انتم بتعرفوا مثلا اللينير وين؟ بتعرفوا اكثر من اللينير. بس كمان الكلمه نفسها لما نقول الجبر نحن وكانه انا مش متاكد طبعا بس وكانه كل الالجبرا صح؟ فاذا استعملناها ذي الجبرا بنقصد كل شيء. لما نقول الجبرا بنقصد كل انواع الجبر. بس لما نقول الجبرا يعني انه في جبر الفلاني والفلاني والفلاني بس هاي الجبرا. هلا شو هو الجبر؟ هلا جينا قلنا واحد او خلينا نقول خمسة زائد ستة يساوي 11. هاي الجبرة هاي كويس مظبوط؟ هل هاي الجبرة؟ لا هاي اريثماتكس. بس لو قلنا اكس زائد 6 يساوي 11 سهل الجبريك كويس هذا. فشو شو عملوا الجماعة؟ ديروا ادفانس اريثماتيكال سيستم انه نقدر نعمل كالكوليشنز فيه في وكانها بطريقه يعني صار في عندنا المتغيرات هاي وبقدر اقول اكس زائد واي بتساوي كذا وبقدر مثلا زد او 11 او هاي المتغيرات يعني صار في عندنا متغيرات لغه قيم ارقام وفي بينهم الزائد والناقص والتقسيم وايش؟ والضرب واللي يساوي انتبهوا واللي يساوي صارت هاي الارقام وهي مع مجموعة الارقام سوري مع مجموعة المتغيرات مع مجموعة المتغيرات هاي المتغيرات بتاخذ قيمتها ارقام. هذا هو صار مثلا هذا اللي هي الجبرة العادية تحت الأرقام أريثمتيك. بس المقصود إنه ما حساب ما
هون هي اخترعت من منذ الانسان بتوقع انه يعني خمس بيضات وست بيضات صرنا 11 اليوم بقى الناس صارت تعد بعرف بس الجديد اللي صار انه في سيستم في الاكس والواي فصرنا احنا نحسب اذا كانت لينيا بتعرفوا اللينيا ايش انتم؟ هاي لينيا هاي لينيا ريكويجن؟ طب هاي لينيا ريكويجن؟ او في شيء اسمه سيستم يعني انه يعني مرات في هون على الاكس والواي اكثر من خط لما بتقاطع والى اخره هلا يعني ديفرنت كومبلكسيتيز بس اتس ان الجبر بس ديفرنت كومبلكسيتيز بس اللي بقول لكم انه في كلوزد سيستم اذا اتبعته على فكره افضل وضع اوكي بدي افتح لكم الكالكوليتر وين؟ الكالكوليتر في الكالكوليتر تبعتي انا الكالكوليتر تبعتي انا في عليها ارقام مظبوط في عليها ارقام 1 2 3 4 كذا كذا بقدر يعني بقدر انتج الرقم اللي بدي اياه في عليها الزائد والناقص والتقسيم والضرب والى اخره ايوه هاي كالكوليتر هاي الكالكوليتر هاي بتشتغل ايش؟ اريثمتك فالجبر تبعها هلا هي طبعا من جوا انت بتشتغل اريثمتك بس هي من جوا مبنيه على جبر صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني فايتس سيستم الجبرا اتس سيستم ستراكشر في الماثماتكس احنا شو اللي بنسوي؟ مجموعه من بصير متغيرات من جوا متغير ايش بنقول بنقدر نحسبها في كالكوليشنز ان اريثمتيك فاشن نقدر نحسب كل العمليات فاللي اخترع اللي حط الاساسات تبع الاريثمتيك ان نحسب الاريثمتيك اوبريشنز بطريقه فيها الاكس والواي المتغيرات فهو كان خوارزمي اذا شو صارت الالجبرا عباره عن ولا سيستم او ستيتمنتس تو ديسكرايب ريليشن شيبس بتوين ثينكس هلا هون هاي جمله كثير عامه هلا الثينكس عند خوارزم انت كان لك على ارقام هلا بجوز تحكي عن شيء ثاني هلا في البوليان ما بتحكيش عن ارقام اه بتحكي عن ترو فورس بس الفاليوز هنا ترو فورس ما بنحضر هلا فبالتالي لو كنا شيء هي بوليان الجبرا اللي هي على فكره هي مش قديمه بقول الالجبرا في مع انه في اشياء كانت اقدم ترو فورس بروبوزيشنال لوجيك قديم مش جديد بس كالجبرا هلا بشوف شيء هاي من 1860 اتوقع بريطانيا بهذول ويليام جيفونز اند تشارلز ساندريس فهي عباره عن ستراكشر البوليان الجبر عباره عن ستراكشر ابستراكتنج ذا كومبيوتيشن اوف ترو اند فورس فاليوز يعني الكالكوليتر اللي شفناها قبل شوي كان عليها ارقام هاي بتحسب اريثمتيك ها بس لو طلعنا لو واحد اجى قال اوه شايفين كم كبسه عليها هاي؟ هاي كم كبسه عليها؟ غير الميموري وهذول كذا 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 لو انها بولين كم كبسه بنقدر نعمل؟ بغض النظر المهم انه هاي سيستم اللي بدي اقول لكم اياه انه هاي سيستم والالجبرا الثانيه سيستم ثاني فا it is a structure abstracting the computation of the true and false values هلا البولين الجبرا زي ما بتعرفوا اقول لكم انتم اي تي ومهندسين انه البولين الجبرا هي اساس السيركتس اه هي اساس المبنى عليها السيركتس لا شايفين شو قواعد الماثماتكس بالنسبه للرياضيات؟ لانك انت تستعملها بحياتك يعني تخيل ان انا اعمل لك كالكوليتر مثلا للجدل بس بحكي اعمل لك كالكوليتر بس للبولين اوكي بس هي بتصير تحسب لك هاي تروث وفولس
مش نرعب زي العلم. فهلا ممكن انك انت تخلع الجمرة خاصة فيك مثلا يعني مش تكون علمية يعني انت مرات تصمم نظام بتصمم ماشين انتو مش بتصمموا آلات ممكن تصمم آلة وعليها الكبسات هاي اللي تساوي الاوبريشنز اللي بدك اياها الجمرة تبعتك. طيب تذكروا هاي مسألة التركية كل ست ايدنتيتيز طلعتوا عليها ها الكوميتيت بيقول اذا A اتحاد B A اتحاد B هون كذا كذا A تقاطع B كذا كذا هذول الست بس كمان اخذنا في التمر الاول لما اخذنا البروبوزيشنال لوجيك كمان الكوميتيت لو كان بي تقاطع سوري بي ام هاي كانت ام وهاي اتحاد طيب وهاي كانت سوري هاي اول كانت شكله اول يعني هاي وهاي اذا بتقارنوا بينهن او بتقارنوا بين هاي وهاي لا هي مش تغيير اشارات انتبه هي مش تغيير اشارات يعني الفرق بين الان والاتحاد على فكره فرق كبير جدا الان انت تروح فوز الان والتقاطع الان والتقاطع في فرق بين هاي اول شيء بدي نسالها البوزيشنز وهاي نسالها السيتس يعني بتكتب اوكي وقت الشبه بين اجا يعني على فكره هاي اشياء مش جديده بالعلم يعني هاي تاريخيا قديمه خاصه لما نحكي عن البوزيشنز بس اذا قلت لكم قبل شوي انه البني الالجبرا صار ب 1860 على فكره اول ناس كتبوا عنها يعني لسه ما كانش بالبلوري لسه ليه ترى كتب عنها اشياء الفكرة انه على فكرة البولي هذول كل الحالات خاصة من البولي الالجبرا يعني انه البولي الالجبرا تشمل كل هاي الاشياء هلا هون عملنا هلا اللوجيك هون عملنا هلا السنس هلا بنطلع نعمل ابستراكشن تقول لي شو التطبيق تبعها لانه لما نعمل ابستراكشن احنا بناخذ بنطلع من الواقع بنطلع فوق الواقع وارجيكم ايش هي هلا ايش؟ البولين الجبر. البولين الجبر شباب. اول شيء هذا نقرا الديفينيشن تبع البولين الجبر. الكل صاحي معاي؟ لا مهم هذا. طلع معي. عندنا بنقول البولين الجبر از اسيت. مجموعة مجموعة B في عندنا مجموعة B B ها شو بيتكلم؟ وين بيتكلم؟ شو بيتكلم؟ together with two operations بس two operations اللي هم زائد او سوري ما بعرف شو بعرف كيف حتى مش متذكر كيف بدنا نسميهم هي مش زائد ولا اور هلا اور وام في البروبوزيشن لوجيك تقاطع واتحاد بالسيتس زائد وضرب لا زائد وضرب مش بالبولين هذا بالاريثمتيك هاي بس كروس كروس لا بصراحه مش مشكله ما بعرفش كيف مش خلص سيبو لان هي مستاك سيبو سجزة عندي فاليو A سوري متغير A متغير B هذول مالهم موجودة في يعني A و B موجودات وين؟ في المجموعة B عندي A و B هذول وين موجودات؟ elements وين؟ فيعني عندي B بتساوي A و B وعندي هاي إشارة وهاي إشارة باختصار ها
هاي جيل الكونستراكتس تاعي ايش؟ البولي الجبر جيب لي السكر فالبولي الجبر في عندنا بي مجموعه في الكلب هذو فاليوز واحد اي واحد بي وهلا بدك تحط بينهم وانتو بريشنز هاي الاشاره وهاي الاشاره شو هم هذول الاوبن شو هم هلا الليبروباريتيز اللي بدنا نحكي عنهم شو بنقدر نسميهم طبعا لما تعمل الجبرا بتحط انجاز التعبير وكانك حطيت ايش الكالكوليتر حطيت الكبسه باختصار يعني بالبولين الجبرا بيلزمنا ايش؟ اربع كبسات. اي وبي وزد وهاي الاشاره وهاي الاشاره. وهلا من هنا نشوف كيف انا مش كنا الجبرا كانت عباره عن statements to describe relationships between things. وين الريليشنشيبس عندي هون؟ لا relationships بعدين كانت هاي الاشهر وهاي الاشهر والثينكس هون شو هم؟ اي وبي هلا شو هو البروبابيلتيز اللي تك تك هلا احنا بنبرمج هاي الكالكوليتر ها هاي الكالكوليتر عليها اي وبي كبسات وعليها هاي وهاي وبدنا نبرمج بدنا نبرمجهم مثلا او مجازا يعني نبرمجه شو بساوي؟ بقول اذا كبس هاي الشاشه تبعتها اذا كبس الشخص A هذا مجازا بهذه المحاضره نسميها زائد A زائد B قيمتها هي بالضبط ايكوال B زائد هاي اول خاصيه معطيين عن البولين الجبر وكمان نفس الشيء A ضرب B بيساوي B ضرب طيب طبعا هي مش زائد ولا ضرب واذا والاسوشيات له شو انه الكوست مش مشكله وين تحطه بكر الكوست فور لما يكون بهذه الطريقه بتقدر تحطه هون مضبوط او في حاله الضرب اذا كان عندي هاي ضرب وهاي ضرب الكوست فور بقدر انقل الكوست انا هذا مضبوط ديستريبيوتيف لو اللي هو A باي زائد B بيصير ديستريبيوتيف نفس القصه ده اللي بتعرفوا بس بتعرف عليه كل اشاره والايدنتيتي شو كانت الايدنتيتي؟ هو الايدنتيتي زيرو زيرو والواحد زيرو والواحد شو يعني؟ يعني A زائد زيرو يساوي يعني انه بتغيرش على ايش؟ يعني على فكرة مرات فهمني كبسة صفر فهمني كبسة واحد على فكرة بالسيتس هاي مجموعة خالية فاي صح؟ وهاي اليونيفرسال مظبوط؟ اللي بروسي شنو بده يجي؟ الشابتر الأول هذه فورس هلا ف A زائد زيرو بتساوي A و A ضرب واحد بتساوي هاي الآية هلا في الكومبلمنت لو معناته بضيف كمان إشارة اللي هي النقط النقط إذا كان عندي A زائد نط A بتساوي واحد وإذا كان A ضرب نط A بتساوي إذا من هذول حتى برمجت هذول القوانين أنت بيكون عندك وكأنه الكالكوليتر تبعك تاع البولين الجبرا هي مش كالكوليتر طبعا هي سيستم سيستم مش سيستم بالمعنى المشين برضه سيستم بالمعنى يعني استراكشر معين اذا سويت هذه القضايا هي بولين الجبرا فيش شيء ثاني فيش شيء ثاني فيش شيء ثاني
كان عندنا سؤال؟ إذا كانت A صفر ولا إذا كانت A واحد حسب يعني تروث تيبل ولا شو؟ مش تروث تيبل، تروث تيبل هاي في حالة البروبوزيشن بتسميها تروث تيبل ولا لا، بس هون هي مش تروث تيبل بس إنه يعني A زائد زيرو بتساوي A و A زائد زيرو واحد بتساوي واحد. طيب هل في عندي مجموعة مش عارف من ثمانية ولا أكثر من شيء؟ ثمانية. عندي ثمانية بروبابيلتيز، هذا نفهمهم عن البوليان الجبر، هذه أي ثيوري، شوفوا هذا الديفينيشن تبع البوليان الجبر، هذا بس الديفينيشن. هلا زي ما حكى هايز أنا أوه لو بدي أسأل كمان هل كذا بتساوي كذا هل هاي بسميها ثيوريز هاي مبنية على مبنية على الديفينيشنز لو كان عندي A زائد X بيساوي واحد وكان عندي A ضرب X بيساوي صفر شو تطلع X؟ تطلع هي A كومبلمنت يعني وكأن اللي بقول A زائد A كومبلمنت بتساوي واحد صح؟ أو وكأني بقول A زائد A ضرب A كومبلمنت بتساوي صفر بس هي الشرطين صح؟ إذا عرفتين كذا وكذا معناته كذا اليونيكنس والصفر والواحد If there exists X in B such that A زائد X بتساوي A زيرو ايش؟ إذا A زائد X بتساوي A معناته X بتساوي زيرو وإذا كان عندي A ضرب و بتساوي A معناته و بتساوي واحد هون الضرب وهون الزائد واضح؟ طيب لو إن كانت هي نوت A تساوي وإذا كان عندي A زائد A القيمة تبعتها 100% هي و A ضرب A بطل تساوي و A زائد واحد بتساوي واحد و A ضرب زيرو بتساوي زيرو والكومبلمنت هاي الكومبلمنت بس بكون زائد بتساوي كومبلمنت لكل واحد من الجزء بس هون طيب والعكس ها؟ أو الطريق أظن هذا زي أور وأنت ايه اسمع هلا لا مش زي اليورو الان زي اليورو الان نفس الشيء مو بنفسه؟ نفسه لا 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 تدعوا كيف مش كلكم مش نفسه مجرد تبع كشتان اللي قلت اللي بروبوس كشتان اللي قديم قديم جدا واكثر من سنة والست ثيوري برضه قديم البولي الالجبرا جديد معناته اجى واحد عمل ابستراكشن مش دمجهم بس خلاص حط ديفينيشن مش ملهم مش دمجهم لاحظ بس من انه A زائد A يكون زي ما انت يعني زي A over A ولما اذا ولما تحكي A over A مش دمجهم over A صح يعني over A يون انترسكشن يون يون بس هاي هيك بنقول هذول هيك واحد من كل واحد من هناك حاله خاصه لان هاي بيعملها انا ابستراكشن عام هلا وعلى مثلا A زائد هاي ديستريبيوتد سوري مش ديستريبيوتد ابسوربشن انه A زائد B ضرب A بتساوي A والطرف الثاني ونط زيرو بتساوي واحد ونط واحد بتساوي زيرو
هلا بما ان هذول ثيوري معناته دائما الثيوري لما تشوف ثيوري شو لازم تفكر؟ بروف وين اثبتها؟ فممكن انا اجيب اي واحد من هذول واقول لك اثبتها. بدك تثبتها باستخدام ديفينيشن اللوز. هاي شو اسمها؟ لو لما تشوف لو بقول لك اثبته؟ لا لما اشوف ثيوري بجوز صار تجيب اثبته. هاتوا نحاول نثبت يوزن الالجبرا. بس انا بدي اقول اهم شيء عندي في هذه المحاضره انا وصلت رساله انه هذا هي بس بولي الالجبرا. وانه انت تقدر تعمل الجبرا خاصه فيه، يعني وكانك هون بتحط كبساتها وكانه هون بتحط الاوبريشنز بتحط الاوبريشنز اللي بتلزمك. از لو تقول انا بدي اعرف انا حر انه كذا وكذا تحط علاقات بين الاشياء سواء كانوا ارقام سواء كانوا بعرفش انا بقول تحط على الكالكوليتر اسماء الناس او اقول لك اذا بدك تصمم ماكينه شو اسمها غسيل واشنج ماشين غساله كمان مش كبسات بدك تصممها بقول اذا هاي الكبسه وهاي الكبسه الكبسه معناته كذا اذا هاي كذا فانت بتصمم سيستم اللي بدك اياه. لاحظ هناك طبعا احنا بناخذ سيرفيس او اذا كنا اذا كانوا كبسات او كمبيوتر في على نفذ برنامج اتس فاين كالكوليتر ولا ماشين ولا كبسات المهم انه تعمل الجبرا انت خاصه فيك اذا بدك وقد تكون صب يعني تعمل تاخذ البولين الجبرا وتعمل ريستريكشن لا بعض الكلام هاي اهم رساله لي هاي اهم رساله كنت حابب اوصلكم اياها في هذا عندكم اي سؤال عليها؟ يعني ما بنحكيش حل طيب فنيجي لو بدنا نعمل بروف لها شو بتقول هاي؟ اللي هي اول واحده هون خلينا اول واحده بتعملها هون For all A and X in B. A and X in B. إذا كان A زائد X يساوي 1 وإذا كان A ضرب A يساوي 0 إذا A X يساوي A كوم. يلا. كيف أساوي؟ يا حبيبي بدك تساعدني؟ هلا كيف؟ أول شيء بنضرب غير روتري ونوزع لا بنستخدم غير روتري بنستخدم ايه؟ ليه؟ عشان الخطأ احنا شو بدنا نثبته؟ بدنا نثبت انه اكس بتساوي ايه؟ اكس بتساوي ايه؟ عم نكتب بلش اكس تبلش الاكس مش تساوي تبلش الاكس هلا اكس شو بتساوي؟ اكس ناقص 1 كيف؟ ما حدش بتعرف من كثر ما انا لازم بدي افتح الحمد لله بتغش حالك هذا بالكتاب بالعاده بس بتغش حالك انت بتعلم شيء انا بس بدي اطلع عشان اتاكد مره بس انت لا مش مسموح لك بين الشاطرين ترى مش شاطرين هلا اوكي هاي شو بتساوي؟ انا يعني انا استعمل صار انا بدي قاعد ادور استعمل جماعه هذول هاي الاشياء الطريقه الثانيه ايش انه تستخدم؟ انت بدك تعمل بروف؟ كيف بدك تعمل بروف للوكس؟ نفرض انه اكس بتساوي ايه؟ كيف بدك تعملها بروف للوك؟ ولو هاي شو اسمه؟ لو هاي يكون هاي ثيوري لا اللي ورا ارجع لكم هاي ثيوري بس الصفحة اللي قبلها في تحت كومبلمنت لو اخر واحد نفس الشيء ولا تحت
يعني بس بدك تكتب هاي وما يكون لا لا هاي هاي هيو هيو بس انا بدي احاول اسوي هاي بدي احاول اسويه بسوي هاي بس اثبت الثيوري ثيوري يعني اشياء حدا استنتجها بعد ما الحاضر اللو فاهم بس بدي احاول اثبتها فانا بدي استعمل هلا الاشياء من اللو او بقدر استعمل اشياء من ثيوري اذا كانت مثبت لاحظين؟ طبعا بالامتحان مش مسموح لازم ها؟ الا اذا احنا قلنا لك او اذا داخل الامتحان نفسه هلا فبالتالي انا هلا اللي بدور عليه فايز اني انا اثبت هون انه اكس بتساوي ايه؟ بس بدك تثبتها بتكتب باي كومبلمنت اكس تساوي ايه؟ اكس تساوي ايه كومبلمنت؟ باي كومبلمنت بس خلصنا؟ مش بدك تكتب ما هي نعطيك نقطة ايه؟ اكس بتساوي ايه كومبلمنت؟ إيه أنا بقول إذا X بتساوي إذا A زائد X بتساوي واحد و X ضرب أو A ضرب X بتساوي صفر إذا X بتساوي A كومبلمنت هاي عبارة عن استنتاج ثيوري حدا استنتجه حدا اقترحه من هيك لما طلع هذول اقترحوا طلعنا هاي اللي هي هاي يا فايز أنا جبتك هاي وقلت لك تعال إيه نثبتها فالسؤال انه انا مبدأ بدي استعمال اللوز اللي عندي او نظريات مثبتة فانا بس بدي اثبت انه مصمود بتطلع هذا فانا عشان اثبت ضرب الاشياء ب اي ب اكس بلش من اكس اكس ضرب عندي اكس ضرب واحد بتساوي اكس هلا هلا هاي افتحها كمان الواحد شو بيساوي عندي بين ال اكس ضرب كي هاي باي مستر طيب ضرب اكس 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 ايه ضرب اكس لا غلط ضربت هون بس هيك اكس ضرب ايه كومبلمنت بتساوي ايه باي باي كومبلمنت طيب هاي شو بتساوي؟ صفر زائد اكس ضرب ايه كومبلمنت مظبوط؟ باي باي ايه؟ مش باي ايوه جيب ليش؟ لانها معطيه جيفن طيب هلا هاي شو بتساوي؟ صفر شو بتساوي؟ صفر ايه ضرب ايه كومبلمنت زائد اكس ضرب لهاي باي باي ايش؟ سوري صار عندي خربشة أنا وين أنا خربان ما عادش تحمل هون طيب هلا هاي باي كومبلمنت بنسميها كومبلمنت طيب فبنقدر نرجع على ايه؟ انا بدور على ايش اطلع؟
نوزع الحد الاول كمثلا بنوزع كيف بنوزع؟ ناخذ الحد الاول كرمز واحد بنوزع يلا اعمال اي كومبلمنت عامل مشترك ضرب زائد اكس باي باي وهي شو بتساوي؟ ايه ضرب واحد باي جيفن وهي شو بتساوي؟ باي اي لين صرنا انه ايش صرنا؟ ماشي فهمت؟ صرنا بس مش صح يا انت الكوميونتيز هاي تستعمل نطوا يعني لازم توزع وين؟ لا هو يعني صح تطلع بالنهاية بس توزيع هاي؟ عشان اخذ وياها سكت؟ بعدين انت الاكسس كيف تستعمل الاجوبة الموجودة عندك في السؤال؟ انت بدك تثبته من لا ولا انا مش بدك انا قلت لك اذا كذب كذب صحيحة معناته هاي تقدر تعمل سايتها بتقدر مالك طول الفصل اللي تعلمت هيك بتقدر تستعمل هاي مش ممكن اذا مثلا اي بين بي وبتدقق هذا الجانب طبعا بحالها بتقدر تستعمل بس انت مش متاكد دكتور ما انت كيف استلمت يعني اذا هاي صح هذيك صح يعني ممكن تنتين خطا يطلعوا لا مش مهم انا بقول لك هم قلت لنا اياهم صح بالسؤال يعني بقول لك سبوز اذا هو صح كان هاي صح هيك معناها صح؟ سبوز اذا هو صح معناها ما صح صح مفهوم؟ شو اللي احنا بنسميه قاعدين؟ هاي كلها بروبرتيز في البوليان الجبر ناخذ قد ايش ساعه؟ طيب هاي عندي الاي لو بدي اثبت هذه واحدة من هاي هاي سوري هاي صح؟ لو بدي اثبتها كيف اثبتها؟ يعني اخر سلايد يا اخر شغله كيف اثبتها؟ كيف اثبتها؟ هلا انا بعرف انه فكروا معي فكروا اطلعوا على الكتاب انتم انا قلت لكم انا بسمح اطلع انتم مش بسمح ركزوا معي بلش طبعا اللون طبعا اللون هلا احنا بنعرف انه A صفر وغير واحد لا فبالضروره بيطلع
عكس الاشي نفسه، ما فيش اصلا قيمة اخرى لـ A وممكن تطلع. بصير هيك تحكي؟ اه. ما فيش قيمة اخرى، اوكي شو سويته انا؟ طلع كل ما هو زائد يعني ال عندي انا بنعرف انه الكومبلمنت لـ A ضرب كومبلمنت ضرب A او هاي الصيغة بتساوي صفر بكل الاحوال دائما. ودائما لما جمعناها مع نفسها تطلع يعني الريجيشن مع نفسه بيطلع واحد. ففيش عندي غير الصفر وايش؟ والواحد. ما فيش قيمة أخرى. فلو يعني كلمتها ما فيش شيء ولو حطيت هاي بتطلع هيك صح؟ ولو رديت تفقع بتكون تهديد هاي. فدائما بتلف على الصفر والواحد دائما يعني عندنا نقول فالس. طيب طول غياب